أخبار اليوم. شايفة ان العربيات دي حلت الازمة بتاعت ارتفاع اسعار الفراخ واللحمة هي حلتها. هنا السوق عندنا نور نور. السوق اسعاره غالية جدا، الفراخ غالية جوه، الورق غالية هنا، في مثلا فرخة موفرة ب20 بتبدأ، وفي حاجة ب30، غير مثلا ما انت تخش جوه مش هتجيبها بالسعر ده. مشكلتها ان الناس كانت بتقرا المثال بس، عشان مفيش هياخدوا المثال. تبيع حاجات كويسه ونظيفه؟ كويسه، ولحمه الجيش جميله، انضف كتير من المستورد اللي جوه. يعني انت رايك العربيات دي حلت الازمه، جزء كبير من الازمه؟ هي حلت كتير اصلا، يعني بالنسبه للحمه ونزلت كتير والعربيات انتشرت، ولذلك يعني بقت متوفره. وفي احتياج اي مواطن ممكن ياخد الدين، ممكن ياخد الطبخ على حسب ما هو عايز، لكن هي سعرها مناسب عامة. وايه رايك حضرتك في جودة المنتجات دي؟ كويس جدا جدا، نظيفة جدا جدا، لحمة وفراخ نظيفة جدا صراحة. هي العربية دي ما تبيعش اي حاجة، لحمة وفراخ، في زيت و في جبنة وفي زيت على محتويات المواطن اللي محتاجه. يعني مثلا محتاج زيت يلاقي، محتاج جبنة يلاقي جبنة، محتاج لحمة مفرومة يلاقي لحمة مفرومة، كتير جدا جدا. عندك كتير لحمة وصل كام؟ 100 جنيه، 90 جنيه، تجيب له لحمه تاكليه. انما انت بالنسبه للجيش، هو الجيش بيطلع اصلا منتج نظيف واسعاره معروفه ومتناول الجميع، مش حد يعني ما اشتكاش من الموبايل، ما اشتكاش ابدا 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 من السلع ده. السلع ده 100 كيلو لحمه ب 39 جنيه كبير وصغير ومستوى غالي وفقير بيجي ياخد، مش حد. الحمد لله.